ثم قال السائل طريق أخرى، قال ابن المنذر حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر الخطاب لا تغالوا في مهور النساء. فقالت المرأة ليس لك ذلك يا عمر. فقال عمر إن مرأة خاصمت عمر فخصمته. هل القصة صحيحة؟ الجواب الطريق الأولى عرفنا أن فيها مجالب سعيد. هذه الطريق فيها علتان أو ثلاثة. العلة الأولى إسحاق بن إبراهيم الراوي لهذه القصة عن عبد الرزاق هو إسحاق بن إبراهيم الدبري، وهو قد تكلم فيه من حيث حفظه أولا، ثم من حيث صحة سماعه من عبد الرزاق صاحب المصنف ثانيا، لأنه سمع منه وعمره صغير أظنه، ولا أتيقن أنه كان في السن الخامسة. ففي إسحاق بن إبراهيم الراوي لهذه القصة المختصرة عن عبد الرزاق هذا الكلام. لكن العلة الأقوى والأوضح، وإذا كانت العلة أقوى فبيكون الحديث ضعيف طبعا ويصير أقوى، هو في قيس بن ربيع. قيس بن ربيع هذا معروف بأنه سيء الحفظ وضعيف الحديث، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يستجيز لنفسه وهو الإمام الحافظ النقاد أن يطلق على كل حديث تفرد به قيس بن الربيع أنه يقول فيه حديث منكر. حديث يرويه قيس بن الربيع يقول فيه حديث منكر. ومن الأمثلة المشهورة على ذلك الحديث المشهور بينكم جميعا ومسطور في كثير من الكتب والآداب واللقائق، وهو قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. هذا حديث منكر فيه قيس بن الربيع هذا، أي فهو حديث غير صحيح. فقيس بن الربيع هو العدل البارزة في هذا الطريق الأخرى، هذه الطريق الأخرى. ثم قلت في علة ثالثة بس لست متيقنا لها، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر. أبو عبد الرحمن السلمي ثقة من كبار علماء التابعين ورواتهم وثقاتهم، لكني أشك الآن هل سمع من عمر. أما أنه سمع من علي فهو مشهور بالرواية عن علي وله أحاديث كثيرة صحيحة عنه. أما أنه لقي عمر وسمع منه فهذا ما أجهله، فيراجع ترجمته لتتبين حقيقة. على أني ألاحظ هنا قوله قال قال عمر، فهذه صيغة تعليق وصيغة إرسال، قال قال عمر، يعني تشعر الدارس في هذا العلم بأن هناك انقطاعا بين أبي عبد الرحمن وبين عمر بن الخطاب. خلاصة القول الفريق الثاني أيضا فريق ضعيف منكر، ويزيد الأمر إنكارا ما شرحناه آنفا من أن الحديث الصحيح ليس في هذه القصة.